نخرج بقى من اخبار حرب اكتوبر واحتفالات اكتوبر واللي هي موجوده على فكره في كل الجرايد، ونشوف المنشطات كمان اهتمت بايه بجانب اهتمامها وابرازها للقصص الانسانيه لابطال اكتوبر. خلونا نبدا معاكم من المصري اليوم، والمصري اليوم بتقول انه الاسكان قبل الاسكان انقسام في الاهلي حول عوده جوزيه وتاجيل اختيار مدير الكره. ده العنوان الاول في المصري اليوم. كمان الاسكان تطلق ضربه بدايه العاصمه الجديده، واجتماع مع الشركه الصينيه لمناقشه مناطق العمل المقترحة. مصر اليوم زي ما قلنا لحضراتكم عاملة ملف عن حرب أكتوبر وانتصاراتها، والمصر اليوم في معدية نمرة 6، وهنا انطلقت معركة العبور، حكايات 7 ضباط من أبطال أكتوبر. كمان المصر اليوم أبرزت الخلاف أو الانتقادات اللي كانت حوالين أوبريت عناقيد الضياء، وقالت أوبريت عناقيد الضياء أوبريت لا يناسب الاحتفال. وده يفكرنا بالتقرير برضو اللي نشرته اعلام دوت اورج النهاردة، وبتقول انه صدق او لا تصدق مؤلف أوبريت اكتوبر هو شاعر سعودي هجا الرئيس. وتقرير اعلام دوت اورج بيتساءل يعني هل احنا دورنا، يعني هي ذكرى كمان يعني مقتطفات من اشعار هذا الشاعر السعودي الذي هجا الرئيس وهجا النظام المصري الحالي. ويعني التقرير بيتساءل إذا كان القائمين على الاحتفالات كانوا يعرفوا هذه المعلومة ولا لا. طيب المصري اليوم كمان بجانب انتقادات عناقيد الضياء وأنه أوبريت لا يتناسب مع أو لا يناسب الاحتفال، كمان اتكلمت عن اختفاء السفلدي، ومصادر بتقول أنه الشركة الأمريكية لم تورد. كمان انتظام خدمات الواتساب والفايبر، وزي ما انتم عارفين انه كان في اشاعه امبارح انه هيتم قطعها، ولكن اللي حصل انه تم التاكيد وتم النفي من المسؤولين انه هذا الخبر غير صحيح. جنون اسعار الخضروات والطماطم تتجاوز ال 15 جنيه، والامطار تضرب الاسكندريه وتحول الشوارع الى مستنقعات. شفنا النهارده برضو شويه امطار بعد عاصفه ترابيه مفاجئه حصلت النهاردة. في اليوم السابع الروس قادمون، ده الملف الأبرز، الجيوش العربية تعود للاعتماد على السلاح الروسي، موسكو تستغل ارتباك أوباما لوضع تصور بديل للشرق الأوسط، العمليات العسكرية الروسية في سوريا تعلن التحدي لأمريكا وأوروبا، وسياسة بوتين تكسب أصدقاء جدد للدب الروسي، والموضوع ده هنتكلم عنه بعد شوية في جولتنا في الصحافة العربية. كمان قبلات جيهان السادات أمام قبر الزعيم الراحل في ذكرى حرب أكتوبر، والإخوان يخططون لحصار السفارات المصرية ليلة الانتخابات، والتعليم تتسلح بالداخلية لمطاردة مراكز الدروس الخصوصية، الوزارة قفلت 55 مركز وبتتوعد 1950 مركز باقي، وحظر بيع يعني الشيبسي والكاراتيه والمياه الغازية في كانتينات المدارس بتوصية من وزارة الصحة. هذه خطوة مهمة جدا. كمان استشهاد 15 من قوات التحالف العربي في اليمن، وانفراد التحالف الأمريكي البلجيكي يفوز بإنشاء قناة بورسعيد. في جريدة الأخبار شركة للاستثمار في سيناء برأس مال 11 مليار جنيه، والإفراج عن 255 سجين و76 من الغارمات بمناسبة أعياد أكتوبر، الأمطار أغرقت الإسكندرية، مناقشات ساخنة بين رجال الأعمال والحكومة حول مشاكل التصدير والاستثمار والطاقة، وارتفاع وفيات منى إلى 148 و48 تقدموا لتحليل الدي إن إيه، والصحف السعودية تبرز رفض السيسي المزايدة على دور المملكة في خدمة الحجيج، واليوم حسم ترشح عز وسمى للبرلمان. كمان في جريدة الأهرام 8 محاور رئيسية لبرنامج الحكومة، تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة مخصصات التعليم والصحة، والرئيس يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر ويشيد بعمق وصدق العلاقات مع الإمارات، ونجاة رئيس وزراء اليمن بعد هجوم صاروخي على عدن، ورئيس وزراء فرنسا في القاهرة استبت على رأس وفد رفيع المستوى، والإفراج عن 331 مسجون بمناسبة ذكرى أكتوبر. والحقيقة هو رقم
يمكن هما هنا بس في الاخبار عاملين ان هما يعني 255 سجين و76 من الغارمات، ولكن في الاهرام يعني كانوا بيتكلموا عن الرقم كله على بعضه. وتصاعد العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة والقدس، والشتاء يعلن قدومه مبكرا بأمطار غزيرة ورعد وبرق في الإسكندرية. دي أبرز المنشطات اللي موجودة في صحافتنا المحلية. نخرج من الصحافة المحلية ونروح للصحافة العربية. الصحافة العربية برضو دسمة جدا النهاردة، وده طبيعي في ظل ان احنا عندنا تلاحق للأحداث وبوتيرة مش سامحة لحد ان هو ياخد نفسه، لا دبلوماسيين ولا عسكريين ولا صحفيين ولا طبعا مواطنين. نبدأ من تشرين السورية وهي تابعة لنظام الأسد، واللي ما فوتتش فرصة ذكرى احتفالات حرب أكتوبر إلا ووظفتها لصالح بشار ونظامه، وعمل ربط بين أعداء الأسد دلوقتي والصهاينة قبل 42 سنة. وده جه في بيان لحزب البعث، قال سوريا بشعبها وجيشها وقيادتها مصممة على إعادة البريق لانتصار تشرين وتجديده بإرادة صلبة وعزيمة راسخة من خلال سحق التنظيمات الإرهابية. فكما حققت سوريا النصر على العدو الصهيوني في 73 وأعادت جزءا غاليا من الأراضي السورية المحتلة، هي الآن أكثر تصميما على مواصلة طريق المقاومة لتحرير الجولان من الاحتلال الصهيوني واكتتاث الإرهاب وإعادة الأمن والأمان إلى ربوع سوريا. إن جيشنا الباسل الذي أسقط في حرب تشرين التحريرية وهم أسطورة جيش الاحتلال الصهيوني يتصدى اليوم للإرهاب بشجاعة وإرادة لا تلين، ومستمدا قوته من إيمانه بعقيدته وشجاعة جنوده ودعم شعبه وقيادته و يعني بأهمية كل ذرة تراب في وحدة أراضي. ده اللي أبرزته يعني الصحيفة السورية. الحالة اللندنية استعرضت تطورات المشهد السوري في تقرير مجمع من مراسلهم في واشنطن، وتطرق فيه لتصريحات قادة العالم عن التدخل الروسي. بيقول التقرير ان الطيران الروسي واصل تكثيف غاراته على مناطق ادلب وحمص وريف اللاذقية، في مركز الطيران السوري غاراته على حلب ودير الزور واطراف دمشق، في وقت قال وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر ان موسكو بتتعلق بسفينة غارقة وتتبنى استراتيجية خاسرة في سوريا. فيما حض وزير الخارجية الفرنسي فابيوس روسيا على ضرب داعش وجميع التنظيمات الإرهابية، وقال وزير الخارجية الروسي لافروف أنه طلب من نظيره الأمريكي جون كاري معلومات عن الجيش الحر إذا وجد. فيما أعلن المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا أن داعش فجر قوس النصر الشهير في مدينة تدمر الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي. قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه مجموعة من الطائرات نفذت طلعة وقامت بتدمير موقع قيادي في محافظة حماة ومخازن ذخيرة ومركز اتصالات في محافظة حمص وآليات مدرعة في محافظة إدلب ومركز قيادي لتنظيم الدولة الإسلامية في المحافظة، علما أنه اللاذقية قالت أنه ما فيش وجود لداعش في أي من هذه المناطق. وضح مدير مرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس أنه نطاق عمليات الطائرات الروسية في سوريا يشمل محافظات عدة ومناطق سيطرة تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي، في حين بيواصل النظام السوري عملياته الجوية في محافظة دير الزور ومدينة حلب وريف دمشق ودرعا. السفير اللبنانية مكملة برضو استعراض الأزمة بين روسيا وحلف الناتو على خلفية خرق المجال الجوي التركي، وده من خلال تقرير نقل آراء أطراف الأزمة. على الرغم من التبريرات الروسية بأن الخرق الجوي حصل عن طريق الخطأ، إلا أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو شكك في التفسيرات اللي ساقتها موسكو، وأشار إلى أنه الحادث ما كانش بالصدفة، وأنه الحلف بيرصد القوات البحرية الروسية ضمن القوات الجوية في سوريا، وشاف المبعوث الروسي لدى حلف شمال الأطلسي
جروشكو انه التحالف العسكري الغربي بيستغل حادث التوغل العارض لطائرة روسية في المجال الجوي لتركيا لتشويه اهداف الحملة الجوية اللي نفذتها او اللي بتنفذها موسكو في سوريا. ونقلت وكالة ناس الروسية للانباء عن جروشكو كلامه انه التحالف العسكري الغربي بيستغل حادث التوغل العارض لطائرة روسية في المجال الجوي التركي من اجل توريط حلف شمال الاطلسي كمنظمة في الحملة الإعلامية الغربية لتشويه أهداف العملية اللي بينفذها سلاح الجو الروسي في سوريا. نفى رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما في البرلمان الروسي أنه يعني نفى الاتهامات الأطلسية، وأكد أن موسكو ما بتنفذش ومش هتنفذ عمليات بمشاركة قوات برية في سوريا. وأشار أنه روسيا يعني مش بتعطل محاولات سفر مواطنين روس إلى سوريا أو بتعطلها للمشاركة في القتال مع جانبي الصراع. نخرج بره أخبار روسيا واللي هي مسيطرة مش بس على الصحف العربية زي ما احنا شفنا ازاي انها برضو موجودة في صحافتنا المحلية، ونروح لمعركة تانية حصلت في المملكة العربية السعودية. نقلتها جريدة البيان الإماراتية، وهي فضيحة المواطن السعودي اللي صورتها زوجته وهو بيعتدي على إحدى الخادمات. بيقول الخبر أنه أشعلت سيدة سعودية موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر أنها نشرت مقطع فيديو بيصور زوجها أثناء تحرشه بالخادمة في البيت، وأنها نشرت المقطع ووصفت جوزها بالخائن، وأنه هذا الهاشتاج سعودية تفضح زوجها الخائن تصدر يعني الترند السعودي والعديد من الدول العربية. شافت الزوجة السعودية انه اقل عقاب ممكن يستحقه جوزها الخائن هو كشف فعلته وانها تفضحه عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد ما ظبطته وهو بيتحرش بالخادمة في المنزل. وده اثار العديد من التعليقات والاراء اللي تبينت وتعددت ما بين مؤيد وناقد، او بالاحرى ما بين الستر والفتح. رغم ان ده هو الخبر الاكثر سيطرة على الاجواء الخليجية على السوشيال ميديا، ورغم انشغال الناس بيه في مصر كمان، الا انه المملكة لسه عندها معركة دبلوماسية قائمة. نرى في جريدة الرياض تحت عنوان المملكة لن تسمح لايران باستغلال حادثة منى لاغراض سياسية. واكد مندوب المملكة الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله المعلمي ان مواقف المملكة معروفة وثابتة ولن تسمح لإيران باستغلال الحادث الأليم الذي وقع لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى لأغراض سياسية والمتاجرة بآلام الضحايا وبتأويل المواقف والحديث عن مسؤولية المملكة. وقال كمان للرياض إن المملكة تعرف حجم مسؤوليتها وبتعتز بهذه المسؤولية، وسبق لها انها نظمت مواسم الحج على مدار عشرات السنين بكل نجاح، علشان كده لا يمكن ان نقبل من ايران او من اي شخص اخر اي محاضرة في هذا الشأن، وسجل ايران لا يؤهلها لانها تعطي دروس لاحد في هذا المجال. في الشرق الاوسط اللندنية هنلاقي كمان مقال منشور للكاتب المصري اللي توفى يعني قريبا او من حوالي 10 ايام، الكاتب المسرحي علي سالم. ولكن هذا المقال الشرق الاوسط ما وضحتش هل ده مثلا اخر مقالاته للصحيفه ولا هي بتعيد نشر مقالاته عندها، يعني كنا بس عايزين نعرف او انه يكون عندنا اشاره هل ده مقال جديد ولا مقال من المقالات القديمه. خلونا نخرج فاصل وبعد الفاصل نكمل جولتنا في الصحافه.